استاذ رفاعي ابراهيم وحش الاغذيه والمشروبات. اهلا بيك. باختصار اهلا بيك. حضرتك بقالك 30 سنه في بون ابيتيه. ده حقيقي. معنى كده كل الاسرار مع حضرتك. تمام. خلينا نتكلم على بون ابيتيه من 37 سنه. تمام. ايه اللي غيرناه؟ ايه اللي جددناه؟ ايه اللي لازم نحافظ عليه؟ النهارده عندنا انطلاقه جديده من 2017، صح تمام. كده؟ تمام. عايز اسمع منك. حضرتك احنا اسسنا بون ابيتيه سنه 82، بدانا الانتشار سنه 86، مستمرين في فتح الفروع الجديده باستمراريه، وبنحاول نحافظ على الشكل العام بتاعنا كجوده كشكل عام لبون ابيتيه، واحنا من اقدم المطاعم الموجوده في مصر. احنا تربينا على التست بتاع بون ابيتيه. تمام. طول عمرنا بناكل سندوتش اللي بيقدمه لك لابس بابيون، خلي بالك. عايز اعرف منك لسه محافظين على الكلام ده؟ طبعا احنا بنحافظ على الجوده بتاعتنا، علشان احنا عندنا مصنع خاص ببون ابيتيه بتاعنا، في تصنيع جميع المنتجات من ايس كريم لحلواني لحفلات لخباز بيكري لكل حاجه. احنا عندنا كل حاجه كامله في المصنع بتاعنا، وبيجي كل مستلزماتك المصنع اللي بيوفرها، كل مستلزماتنا المصنع، العيش بتاعك، العيش بتاعي، الايس كريم بتاعك، الايس كريم بتاعي، الحلواني بتاعي، المطبخ الرئيسي بتاعي في كل ممتاز. منتجاتي. ما زلت لغايه النهارده ملوك الكاترينج، بمعنى عندنا اي حفلات طبعا انتوا رقم واحد في مصر، صح؟ طبعا احنا عندنا كاترينج قوي جدا، بنخدم بيه اكبر شريحه في مصر في الحفلات، ومعروف بون ابيتيه بالكاترينج، افراح، احتفالات، كل حاجه، شركات، افراح، شركات، اعياد ميلاد، كل حاجه. النهارده عنوانك هو الجوده، صح؟ الجوده طبعا. بتحافظ طبعا على ده ازاي؟ بنحافظ على الجوده، احنا عندنا اداره جوده ثابته عندنا في الشركه، حافظنا ان احنا طورنا اداره الجوده، موجوده عندنا جوده بتلف الفروع، عندنا جوده في كل فرع في اداره جوده، عندنا في كل فرع في كل حاجه بالتزام، يعني عندنا في تشيك على تاريخ الصلاحيات، تشيك على المنتجات العامه للفرع، من تبريد لتجميد لجاف، كل الكلام ده حضرتك احنا بنشارك عليه يوميا. احنا في المصنع بنجهز كل احتياجات الفروع. تمام. وبتوردها. تمام. للفروع بتاعتك. تمام. ال 24 فرع او 23 فرع الموجودين. تمام. تمام. ايه اللي بتسمح بيه للشيف ان هو يجهزه؟ انا شايف شيفات جوه العالم مستوى برضه. طبعا طبعا احنا عندنا شيفات على اعلى مستوى، وعندنا ناس مدربه جامد جدا، وما عندناش حد بيجود في الجوده، الجوده ما فيهاش تجويد، احنا عندنا ريسيبهات وشغل من خلال الاداره، بياخدوا تعليمات يعني الساندوتش ده او الطبق ده ستاندر. هو ده شكله ستاندر، ستاندر ما اقدرش حد يقدر يلعب فيه خالص. آه. يعني ده حضرتك بيجي بريسيبهات معينه، ما نقدرش نخرج عن الريسب بتاعه. تجهين خلال مارس اللي جاي، عندنا تفكير انه ممكن حد يفوز بالعلامه التجاريه بون ابيتيه، تنصحه بايه؟ خبرة 30 سنة. خبرة 30 سنة، هو احنا المطاعم دلوقتي ما بقتش نوع من انواع المطاعم وبس، لا بقى في هايجين، صحة عامة على اعلى مستوى، لازم نلتزم بالصحة العامة، ولازم نلتزم بالجودة وبالكواليتي، ولازم نلتزم بان احنا نحافظ على الشكل العام من ابيرنس لاتيتيود لكل حاجة. بون ابيتيه هي بيت لكل جست او كل زبون بيخش، هو بيته رقم واحد. ازاي ننتشر بعلامة تجارية مصرية في قطاع الأغذية والمشروبات في العالم العربي؟ مش أقول لك في العالم، في العالم العربي. إيه الشروط؟ الشروط اللي انت حضرتك بمطعم كبير، حضرتك اللي موجود لازم يكون اولا براند كبير جدا، يبقى عنده امكانيات، يختار لوكيشن محترم في الدول، لوكيشن كويس في الدول، في نفس الوقت لازم حضرتك يكون هو عنده امكانيات يقدر يطلع لبره مصر، لكن داخل مصر لازم الاول ننتشر انتشار سليم.